هذه الكتابة بشكل سريع. الآن سأوضح لكم بعض التفاصيل في الأمور الفنية في هذه الآية. أولا، اللام المائلة غالبا لا يستخدمها الخطاطون في المد، يعني يكون بعدها مد، لا يستخدمونها، يستخدمون هذه في المد. أما هذه اللام فجملة ما كتبه الخطاطون يستخدمونها مع القصيرة، مع اللام القصيرة. هذه من ضمن الملاحظات الفنية لاستخدام اللام. وطبعا هناك مسألة أيضا أشرحها لكم، وهي أن اللام هذه هل تستخدم بلا ألف، يعني هنا عندنا كلمة الحمد، هل يشترط هذه شكل هذه اللام أن يكون قبلها ألف أم لا يشترط؟ ممكن نقول 90% من الخطاطين اشترطوا أن يكون قبلها ألف، يعني لازم يكون قبلها ألف تستند عليه هذه اللام، ولا تكتب بمفردها. مثلا كلمة إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يومئذ لخبير، هل نستطيع أن نكتب لخبير بهذا الشكل؟ هل نستطيع؟ أم يشترط أن يكون قبل اللام ألف؟ الكثير كتب لخبير بهذا الشكل، طبعا لم يكتبوها بهذه اللام بسبب أنه لا يوجد ألف قبلها، فهي يعني لا أقول أنه غير موجود، موجود ولكن قليل جدا، والكثير استخدمها مع الألف فقط. طيب، عندنا الهاء في لفظ الجلالة في اسم الله عز وجل، بهذا الشكل. البعض استخدم هذا الشكل، والبعض استخدم الشكل الآخر كما شرحنا بالأمس. يعني أكثر استقامة، ليست مائلة كثيرا. والبعض جعلها مستقيمة تماما بهذا الشكل الهاء، ثم صعد إلى حركة ثانية. عموما اسم الله عز وجل لها قواعد ثابتة عامة وعريضة، يعني ليست تفصيلية، وكل خطاط يستطيع أن يجعل له قواعد لاسم الله عز وجل ضمن هذه الإطار، ضمن هذه القواعد الكلية، ويلتزم بهذا الشكل. عندنا في الباء، في نهاية الباء، في كلمة رب، عندنا نهاية الباء، الباء تنتهي هنا، الباء تنتهي في هذا المكان. إذا كان بعد ال إذا كان بعد الباء ألف مركب عليها، سيكون في هذا المكان، سيكون في هذا المكان، والباء تقف هنا. أما إذا لم يكن هناك ألف بعد الباء فإننا نختم الباء بهذه الحركة إلى الداخل، تختم الباء بهذه الحركة ولا توضع عليها ألف في هذا المجال، في هذه الحالة يعني تختم بهذا الشكل. أما إذا كان عليها ألف فإنها تصل إلى هنا فقط، ثم يوجد ارتفاع، يعني وكأنها تتم، كأنها تتم لحركة الباء مع ألف.
أيضا من الأشياء التي هي الوصل بعد العين. إذا وصلنا إلى العين بعد العين لا نخرج بشكل مدور، لا نخرج بشكل مدور. بعد العين نخرج بشكل بهذا الشكل، ثم نرجع إلى التغيير بهذا الشكل، ثم إلى هنا، ثم نستوي قليلا في هذا المكان، ثم يكون هناك صعود بهذا الشكل. والياء والنون الأخيرة إلى هنا، الحركة الوصل للياء تكون من أسفل قليلا وليس من أعلى، يعني ليست بهذا الشكل، ليست من الأعلى، من الأسفل قليلا من هنا. يكون حركة الأنثوي والوحشي للقلم موجودة، ثم الحركة الثانية هذه تكون بهذا الشكل، وهذا المكان يكون أعلى منها، لا تكون في مقام واحد، يعني هكذا وهكذا. ثم ننزل إلى منتصف هذه الحركة إلى هنا، ثم من هنا يبدأ التغيير. ويكون هذا مقابل لحركة الميم كميلان، ومقابل للحركة الأخرى التي قبل كميلان عام للكلمة وليس للكتلة فقط. فقط النون يخرج منها هذا الجزء، لو أضفنا هذا الجزء تكون نون كاملة، ولكن هذا الجزء يحذف عند الوصل ويبقى فقط هذا الجزء مع حركة النون. هذا شرح مبسط للآية الثانية من سورة الفاتحة. أعتذر من الجميع، قد يكون البعض يسأل أو يعلق أو يريد شيء، لكني صراحة ليس عندي وقت، وقتي ضيق جدا في رمضان وعندي عمل كثير ولا أستطيع استقبال الأسئلة، فأعتذر منكم.